شاهدنا في الفيديو السابق أن صور المرآة لبعضها البعض يمكن أن تكون جزيئات مختلفة والتي نسميها متشكلات فراغية، وعلى الأخص الإنانشيمرز. الآن نحن نحتاج طريقة للتفرقة بين الإنانشيمر اس وآر لوصف الترتيب المطلق للمركز الكيرالي. هذا النظام صمم من قبل 3 أشخاص أسماؤهم كان إنجلد وبريلوغ. هذه الخطوات هي لمعرفة إذا كان الجزيء في نظام اس او ار، اذا كان اس او ار من حيث هيئته. واول خطوه هي اعطاء الاولويه اول خطوه اعطاء الاولويه لاربع مجموعات مرتبطه مع المركز الكيرالي. هنا لدينا جزيء لنرقم ذراته اولا، سنجعل هذا الكربون رقم 1، وهذا الكربون رقم 2، 3، كربون 3، كربون 4. وجود مجموعة OH عند الكربون الثاني يدل أن هذا الجزيء يسمى بيوتانول، الثاني بيوتانول، اللي نحدد كل المراكز الكيرالية الآن. الآن على هذا الجزيء، في الفيديو السابق قضينا الوقت في البحث عن المراكز الكيرالية ككونها كربون مهجن SP3 مع 4 مجموعات متصلة به. نلاحظ أن الكربون اثنان مستوفي الشروط، لأن الكربون هو كربون مهجن اس بي 3 ولديه مجموعات او اتش متصلة به ومجموعة إيثيل او اتش متصلة به، وهنا أيضا الهيدروجين، إذا مع 4 مجموعات مختلفة متصلة به، تهجينه اس بي 3. إذا هذا يجعل هذا الكربون مركز كيرالي، هذا المركز الكيرالي لدينا. إذا حددنا المراكز الكيرالية لدينا. لنرسم الآن المتشكلين الفراغيين، الثاني البيوتانول، لنرسم الجزيئات التي لديها نفس الروابط مع الذرات لكن مع اختلاف في الثلاثي الأبعاد، لنرسم واحد منهم الآن. حسنا، الثاني بيوتانول أو اتش، سأختار الأو اتش لتخرج باتجاهنا، هكذا تخرج باتجاهنا، ولهذا سيكون لدينا الهيدروجين يسير بعيدا عنا في الفراغ، لذا هذا متشكل فراغي محتمل للثاني بيوتانول. للحصول على المتشكل الفراغي الآخر يمكن عكس هذا في المرآة، لنرسم مرآة لنعكس هذا الجزيء في المرآة، لنرسم المرآة هنا لنرى على ماذا سنحصل. إذا سيكون لدينا الهيدروجين هنا، ومن ثم هذا الهيدروجين متصل مع هذا الكربون، ومن ثم هذا الكربون سيسير بهذا الشكل، ومجموعة الـ OH تخرج باتجاهنا، ومن ثم لدينا مجموعة الإيثيل على هذا الجانب. إذا هذا إيثان بيوتانول منعكس في المرآة. الآن كيف يمكن التفريق بين هذين الجزيئين، كلاهما إيثان بيوتانول، هناك مركز كيرالي. هذه صورة مرآة غير منطبقة. إذا هما إنانشيمرز لبعضهم البعض. لنسير حسب الخطوات ولنجد أي من هذه هي R وأي من هذه هي S. لننظر إلى الخطوات، إعطاء الأولوية للـ4 مجموعات المرتبطة مع الكربون الكيرالي بناء على العدد الذري. نريد إنعاش ذاكرتنا فيما يخص العدد الذري، لذا لدينا جدول دوري صغير هنا. الآن لننظر إلى المجموعات المرتبطة مع المركز الكيرالي لدينا. نعلم أن هذا هو المركز الكيرالي هنا، وهذا المركز الكيرالي. إذا ما هي الذرات المتصلة مباشرة مع هذا الكربون؟ هناك الأكسجين، الهيدروجين، الكربون والكربون. لذا الآن سنحدد الأولوية بناء على العدد الذري. إذا نظرنا هنا نرى أن الأكسجين هو الأعلى بين كل هذه الذرات في العدد الذري، حيث لديه 8، ومن ثم الكربون 6 والهيدروجين 1، لذا الأكسجين ستكون له الأولوية أولا. إذا سأحدد رقم 1 بالأولوية لهذا الأكسجين. لمن هي الأولوية الثانية؟ حسنا، لدينا تعادل، لأن لدينا ذرتي كربون. لنتابع إذا للذي لديه الأولوية الأقل وهو الهيدروجين. إذا هذا الهيدروجين هنا سيكون لديه رقم 4، لأن الآن يجب أن نحصل من الذي يحصل على إثنان ومن الذي يحصل على 3، لأن لدينا كربونين. إذا هذا تعادل. لننتقل إلى الذرات التي متصلة بالكربون. إذا لنرسم الذرات المتصلة مع هذا الكربون. هذا الكربون هنا متصل مع إثنان هيدروجين، ومتصل مع كربون. هذا الكربون هنا متصل مع 3 هيدروجينات. إذا كتبنا هذه
هنا الكربون على اليسار متصل مباشرة مع كربون، هيدروجين هيدروجين، والكربون على اليمين متصل مع الهيدروجين الهيدروجين الهيدروجين. أي واحد من هذه لديه الأولوية؟ نستخدم قاعدة نقطة الاختلاف، وأول نقطة اختلاف تأتي مع أول ذرة، لأن الكربون لديه عدد ذري أعلى من الهيدروجين. إذا مجموعة الإيثيل على اليسار ستكون رقم 2 من حيث الأولوية، والمجموعة من الميثيل على اليمين ستكون رقم 3 في الأولوية. لنعود إلى القواعد هنا. الخطوة الثانية، أدور أو أوجه المجموعة بحيث تصبح المجموعة الأقل في الداخل. إذا المجموعة ذات الأولوية الأقل يجب أن تتجه للداخل. من حسن حظنا مجموعة الهيدروجين هي الأقل أو الأولوية وهي بعيدة عنا للداخل. إذا ننتقل إلى الخطوة التالية، وهي تحديد إذا كان التسلسل من 1 2 3 مع عقارب الساعة، أو عكس عقارب الساعة. إذا كان مع عقارب الساعة فهو يعتبر الإنانشيمار R، وإذا كان عكس عقارب الساعة فهو S. وآر جاءت من الكلمة اليونانية ريكتاس والتي تعني اليمين، وإس جاءت من الكلمة اليونانية سينستر والتي تعني الأيسر. لننظر إلى المثال الذي لدينا هنا ولنرى أي نوع من التسلسل لدينا من 1 إلى 2 إلى 3. إذا نظرنا إلى الطريقة التي نسير بها يمكن تجاهل 4، نرى أن واحد تبدأ من هنا، ومن ثم 2 ومن ثم 3. إذا سأدور بهذا الشكل، وهذا مع عقارب الساعة مثل مؤشر الدقائق والثواني. إذا هذا يسير مع عقارب الساعة. مرة أخرى نعود هنا ونرى أن مع عقارب الساعة تدلنا أنه إنانشيمار آر. إذا على اليسار، إذا أردنا تسمية هذا الجزيء أو الجزيء على اليسار، لن نكتب فقط إثان بيوتانول آر إث آه سنكتب إث آر إثان بيوتانول. إذا لنكتب هذا، إذا على اليسار هذه آر مع أقواس إثنان بيوتانول. إذا نظرنا إلى صورة المرآة حددنا OH الأولويات هنا، سنقول أن لها الأولوية الأولى، ومجموعة الإيثيل ستكون الثانية، ومجموعة الميثيل ستكون الثالثة. طبعا والهيدروجين لديه الأولوية الرابعة، وهو يسير بشكل مبتعد عنا. إذا لا داعي للقلق بشأن الهيدروجين عندما ننتقل للخطوة الثالثة. نرى أن 1 2 3 تسير بهذا الشكل، وهي عكس عقارب الساعة، وعكس عقارب الساعة ستكون S. بما أن هذا يسير بعكس عقارب الساعة فهذا سيكون S إثنان بيوتانول. إذا R إثنان بيوتانول S إثنان بيوتانول هي إنانشيمارز لبعضها البعض، وهي صور مرآة غير منطبقة. إذا يجب تعيين الترتيب هذا في ثلاثي الأبعاد لنتمكن من هذه التسمية. هل هناك طريقة أخرى لتمثيل S إثنان بيوتانول؟ نعم، هناك طريقة أخرى لعمل هذا. بدلا من رسم مرآة، يمكن أخذ الجزيء على اليسار، الهيكل الأساسي للجزيء على اليسار، وبدلا من أن نحصل على OH لتكون الأعلى باتجاهنا كما قمنا بها على اليسار، يمكن أن نحصل على OH بحيث تكون مبتعدة عنا. إذا رسمنا الـ OH بشكل بعيد عنا، هذا سيكون أيضا S إثنان بيوتانول. وإذا OH كانت تسير بشكل آخر، فإن الهيدروجين سيسير باتجاهنا هكذا. إذا هذان الاثنان على اليمين كلاهما S إثنان بيوتانول. وإذا كان لدينا نموذج الذرات، فيمكن أن نفعل هذا ونثبته لنفكر في تحديد الأولوية لهذا الجزيء هنا على اليمين. نعلم أن هذا مركز الكيرالية هنا، ولهذا يكون الأكسجين لديه الأولوية الأولى، ومجموعة الإيثيل تحصل على الأولوية الثانية، ومجموعة المثل تحصل على الأولوية الثالثة، والهيدروجين له الأولوية الرابعة. وإذا كنت لا أريد تحديد الترتيب المطلق من هذا الهيكل، نعود إلى القواعد هنا ونقول حسنا، سأحدد الأولوية حسب العدد الذري، ومن ثم المجموعة التي لديها الأقل أولوية يجب أن تكون مبتعدة عنا. وإذا نظرنا إلى الرسم هنا، الأقل أولوية هنا هو الهيدروجين، لكنه ليس متجها بعيدا عنا. هذا الهيدروجين متجه ناحيتنا. إذا الأقل أولوية هنا ليس متجه بعيدا عنا. إذا أردتم تعيين الترتيب المطلق، فإننا نحتاج لتدوير هذا بحيث الهيدروجين الأقل الأولوية يصبح باتجاه بعيد عنا. إذا يمكن عمليا القيام بهذا
لنقوم بهذا. إذا مرة أخرى هذان الرسمان هنا نفس الشيء، لذا إذا أخذنا الجزء على اليمين وقمنا بتدويره فإنه سيكون باتجاه بعيد عنا الهيدروجين. إذا مرة أخرى استخدموا نموذج الذرات وقوموا بهذا وأثبتوه لأنفسكم. من السهل عملية نسبيا للجزيئات الصغيرة مثل هذا، لكن للجزيئات الكبيرة سيكون من الصعب عمل هذا التدوير. أما أنا فلدي حيلة صغيرة أستخدمها لإيجاد الترتيب المطلق عندما يكون الهيدروجين يخرج باتجاهنا. في العادة لا أقوم بتدويره، لا أقوم بتدويره بحيث يصبح الهيدروجين باتجاه بعيد عني. ما أقوم به هو تعيين الأولويات 1 2 3 4، ثم نتجاهل الهيدروجين للحظات ونفكر بأي شكل يدور هذا. سنقول هو يسير 1 2 3، إنه يسير بهذا الشكل مع عقارب الساعة. إذا قد يكون هذا R، هذا قد يكون R، ما عدا حقيقة أن الهيدروجين يشير باتجاهنا في حين أنه يجب أن يشير بشكل مبتعد عنا. لذا عند عمل هذا ويكون الهيدروجين يشير باتجاهنا، سأحول الآر مباشرة إلى اس، وستكون طريقة صحيحة كل مرة تقومون بها. إذا هذا اس، أكتب اس هنا ثاني بيوتانول. إذا كلا هذه هي اس ثاني بيوتانول. يمكن استخدام اي من هذه الحيل، يمكن ان ندور الجزيء بحيث يسيل الهيدروجين بعيدا عنا كما في الخطوة الثانية، ومن ثم نجد اذا كان مع عقارب الساعة او عكسها، او نجد اولا اذا كان مع عقارب الساعة او عكسها، ومن ثم ناخذ العكس منها. هذا في حال اذا كان الهيدروجين يشير باتجاهنا. في الفيديو التالي سنفحص نظام الاس والار للحلقات.